قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. وصادف الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة، ثم عدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا. الأول الثلث الأخير من الليل، وهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدل على أن هذا الوقت العظيم المبارك الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة، ومن أعظم ما ينبغي أن يتحرى فيه العبد دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه.